بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لو أنت لاحظت في اللي هو الفولدر بتاعك هتلاقي فيه حاجة تحت اسمها باكج دوت جيسون. إيه اللي هو باكج دوت جيسون؟ فيه اسم المشروع بتاعك، الفيرجن، فيها مجموعة من الحاجات. وانزل بقى تحت هتلاقي فيه حاجة اسمها هتطلع كده كمان ديبندنسز. دي اللي هو مقصود بيها إيه؟ الحاجات اللي أنت نزلتها، الحاجات اللي أنا نزلتها، الحاجات اللي انا نزلتها في اللي هو البروجكت عندك. فانت عندك دلوقتي، انا نزلت بوت سلاب، عندك بوت سلاب فيو، عندك اكتر من حاجه انا نزلتها، عندي اكتر من حاجه انا ايه يا جماعه نزلتها. فاحنا انا دلوقتي انا بوت سلاب فيو ده اللي هو موجود في الصفحات ديت، في صفحه الهوم. لو دخلنا على المين جي اس هتلاحظ اللي هو دلوقتي ان هو البوت ستراب فيو بالشكل ده. تعالى دلوقتي نمسح ده كله، انا عايز نمسح ده كله. وده كان الشكل الطبيعي للايه، اول لما انشات ايه يا جماعه، اول لما انشات اللي هو البروجكت بتاعي، استدعى اللي هو الفيو والاب والراوتر والستور، وعمل نسخه وخزن فيها اللي هو بالشكل ده. يعني ايه برضو راوتر؟ دي بالظبط كانها انا بقول ان هو راوتر بالشكل ده. فلو هما الاثنين تساووا مع بعض فبالتالي انا بعملها بالشكل ده. الراوتر مقصود بايه؟ المسارات بتاعتك، المسارات بتاعتك عندك في المشروع، والستور اللي هو التخزين اللي هو الملفات عندك. طيب انا دلوقتي خلاص انا مش محتاج اللي هو الستريب فيو، انا مش محتاج. فانت كل اللي عليك انك تطلع من كده تمسحه من الباكج دوت جيسون، تمسح من الباكج دوت جيسون. وبعد كده تعمل ايه؟ تروح دلوقتي تفتح هنا السي ام دي. اول حاجه هتيجي تقول له ان بي ام ران سيف، بحيث المشروع يشتغل. وبعد كده افتح واحده ثانيه استنى لما يبدا يعمل اللي هو ديفلوبمنت ليه، اللي هو السيرفر عندك، ويديك اللي هو الرابط. اديك هنا اللي هو الرابط اللي هو بالشكل اللي هو ده، تمام؟ طيب خد بالك، انت مجرد لما تشيلها من هناك، مجرد لما تشيلها من هناك هي لسه موجوده. خد بالك، لو انت خدت النود ميدلز وبحثت عن البوت ستراب، وبحثت دلوقتي تحت على البوت ستراب، هتلاحظ ان البوت ستراب فيو اللي انا لسه مسحه من هناك، اللي انت لسه مسحه من هناك، هو لسه بالفعل موجود في النود ميدلز. ليه؟ لان انت دلوقتي عملت له، لان انت دلوقتي عملت له اللي هو مسحته من الباكج دوت جيسون، وبالتالي هو لسه موجود في الفولدر بتاعه. فانت لما انت بتعمل ان بي ام، ان بي ام معناه ايه؟ بتنزل باكج، بتنزل حاجات معينه تتخزن في النود مديولز، تتخزن في النود مديولز. فانت مجرد انك مسحتها من هناك ده مش معناه ان انت تمسحها من النود مديولز. طب انا دلوقتي عايز امسحها من كله، ركز بقى معايا بقى في الامر ده. هذا اقول له ان بي ام انستول، دي معناها ايه؟ دي معناها شوف كل الحاجات، شوف كل الباكج اللي موجوده هنا وابدا اللي انت تنزلها. ولو هي اصلا متنزله خلاص. طب لو في باكج اصلا مش موجوده، يعني انت دلوقتي بوت ستراب مش موجود، بوت ستراب فيو مش موجود، المفروض ايه اللي يعمل؟ يمسحها من هناك. طب ما تيجي كده نجرب. ادي دلوقتي اقول له انتر، في الحاله دي بيعمل بيتشيك، هل دلوقتي الفيو موجوده؟ اه. طب دي موجوده؟ اه. طب دي موجوده؟ اه. طيب هل هي موجوده اصلا في النود مديولز؟ اه موجوده. طب انا عندي دلوقتي في النود مديولز البوت ستراب ومش موجود هنا، خلاص امسحه من هناك، امسحه من هناك. تمام. طيب تعالى دلوقتي ندخل هنا على النود مديولز، نبحث عن بوت ستراب اللي هو فيو. احنا دلوقتي نبحث عن بوت ستراب، بوت ستراب فيو. هتلاحظ ان انت عندك بوت ستراب، وكان قبل لما انا اعمل ان بي ام انستول كان في تحتيها بوت ستراب فيو. هو مسحها، هو مسحها خلاص. تمام. يبقى انت في حاله ان انت نزلت حاجه وحابب انك تمسحها، حابب انك تشيلها، خلاص استغنيت عنها، كل اللي عليك انك تروح هنا تمسحها من هنا وتعمل ان بي ام انستول.
انا دلوقتي بقى بنزل البوت ستراب عندنا، هاجي اقول له بوت ستراب فيو، هاجي اقول له ادخل دلوقتي على اول واحد، لا مش ده اللي هو الدوكيومنتيشن الاساسي، بوت ستراب اللي هو فيو دوكيومنتيشن، هو ده هو ده تمام. كل اللي عليك اللي انا امشي تحت لحد لما تلاقي اللي هو طريقه التسطيب، قال لك طريقه التسطيب بتاعتها ايه؟ عن طريق ان بي ام. انا دلوقتي اول لما اجي هنا واكتب الامر بتاعي هيبدا ان هو ينزل لي البوت ستراب فيو، بيعمل لي فولدر في اللي هو النود مديولز باسم بوت ستراب فيو، ويروح على الباكج جيسون الحاجات اللي انا بنزلها يبدا ان هو يضيف اللي هو البوت ستراب فيو تمام. استنى لما يحمل هنا بعد كده بيقول لك بعد ما تضيفه بيقول لك اعمل لي امبورت للفيو فروم فيو. طب ما هي اصلا موجوده، انا عندك اصلا هنا موجوده، بدك ندخل دلوقتي على الباكج جيسون ضاف لك هنا فين بوت ستراب فيو تمام. تعالى دلوقتي هنا الفيو موجوده هنا تاني، بعد كده بيقول لك طب ما تعمل لي امبورت ده، اتاكد كل حاجه نزلت كل حاجه بس طب ما تعمل امبورت ده، فهي هنا اقول له انا عايز اعمل امبورت ده. لما تيجي تقف هنا دي معناها بيقول لك والله انا هدخل على النود مديولس، هدخل على بوت ستراب، هدخل على كذا، هدخل على كذا، وابدا ان انا انزل وابدا ان انا استدعي من هنا. يعني المفروض في روم انا بكتب المسار كامل، لكن لما بتكتب الحاجه مباشره بالشكل ده فمع التالي ابحث عن النود مديولز. طب لو انا هكتب بقى كده او انا هرجع خطوتين لورا بالشكل اللي هو ده، فبالتالي انت بتبدا بقى تروح مثلا على السورس على حاجه معينه، بيبدا ان هو يروح للمسار بتاعك. كتبت الحاجه مباشره باسمها، وبالتالي دي معناها موجوده فين يا جماعه في النود مديولز بالشكل اللي هو ده. طيب انا دلوقتي هنا اعمل امبورت للحاجات دي بالسي اس اس، وابدا اعمل لها يوز يوز، يعني الفيو بتاعتها تستخدم بالشكل اللي هو ده. خلصت كده كل حاجه. تعالى دلوقتي نشوف هل فعلا ده موجود ولا لا. تعالى دلوقتي لو دخلنا على صفحه كونتاكت اس ونجرب، هاجي هنا اقول له بي بلس اليرت لايت، هاجي هنا اقول له بي، وهاجي هنا اقول له مثلا بوتون بلس بوتون وورنينج بس ده في صفحه كونتاكت اصلا. تعالى دلوقتي كده نجرب، بس دلوقتي على كونتاكت اصلا انت عندك دلوقتي تيست، لو انا وقفت عليه قال لك اليرت لايت موجود اهو، والورنينج بتاعي موجود اهو. يعني حتى لو انا ريت انا قلت له سبسس البوت ستراب فعلا اشتغل معايا ما فيهوش اي مشاكل، البوت ستراب اشتغل معايا بدون اي مشاكل. يبقى انا دلوقتي ببدا ان انا اروح على الدوكيومنتيشن بتاعي وابدا من خلاله اشوف طريقه التنزيل، ابدا من امبورت، وابدا بعد ما تعمل امبورت هو اوتوماتيك بيضاف ايه ده في الباكج جيسون، وابدا ان انا استخدم الباصات بتاعتي بدون اي مشاكل. يبقى دي طريقه ربط البوت ستراب بالمشروع بتاعي.